دي. مش معقول. هي النضارة دي عمري ما الاقيها ابدا. انت اللي عماله تكركعي من الصبح، روحي شوفي لي النضارة فين. يا نهار زي بعضه. ايه يا ماما؟ سمير فادوه تاني؟ فلا الله ولا فعلك يا شيخة، دي كلمة تقوليها دي؟ ما هو كلام حضرتك اللي خضني. اسم النبي حرصك من خضة، يبقى فكريني عشان ارقيكي. وعشان ايه الطريقة دي بقى يا ماما؟ عشان الخمسة جنيه اللي هدفعهم مكالمات زيادة. هو أنا بس اللي بتكلم في التليفون؟ ألو؟ كده قفلت السكة؟ قلت ألو محدش رد. طب مش سألني الأول؟ بسيطة يا ست، بعد ما اتكلم يبقى اطلبي تاني. واخد التليفون ورايح فين؟ هبيعه. أنا اللي هبيعه مش أنت. الله، أنتوا متنرفزين كده ليه؟ أصل فاتورة التليفون جات وفيها 5 جنيه مكالمات زيادة. أقسم بالله العظيم سلاسل إن دي آخر مكالمة هطلبها في حياتي. هات التليفون بقى يا ماما. تعالى قبل أخد الفلوس وادفعهم للسنترال وبعدين نبقى أتكلم. الله، مش معنى أنا اللي أروح؟ مونة أكتر واحدة بتتكلم في التليفون. أنا بتكلم أنا؟ متأسف، مونة أكتر واحدة بتضحك في التليفون. أيوة، ده وأخوني معاكوا بقى. كل ما أقول لواحد اعمل حاجة يقول لي عندك التاني. ناوية تشتغلي النهاردة؟ لا. ومبارح ما اشتغلتيش برضه؟ وبكرة هيبقى زي النهاردة ومبارح. في حاجة مضايقاكي في البيت؟ اللي مضايقني هنا زهقت من الشغل في الإدارة دي. أطلب لك فنجان قهوة؟ حتى القهوة بقت زي الشغل، ملهاش طعم ولا لون ولا ريحة. رايحة فين؟ هقابل الأستاذ عبد الشكور، هقول له مش هفتح ولا ملف طول ما أنا في الإدارة دي. طب مش تفكري هتتنقل فين الأول؟ فكرت من زمان. انا درست بعثتي تنظيم واداره، هطلب اتنقل وحده التنظيم. كان غيرك اشطر. ما انا عايزه اتنقل قبل منك واديني قاعده وساكته. وساكته ليه؟ اصل اقدم منك وعارفه الجو شكله ايه. مفيش حد هيسمعنا من اللي فوق. لا ده انا صوتي عالي قوي يسمع اللي في سابع دور. اللي في سابع دور نايمين في سابع نومه. تعالي صوتي معايا وهم يصحوا. ايه رايك في الدكتوره عائشه راتب يا منى؟ شخصيه ممتازه صحيح. بتقري احداثها في الجرايد؟ كلمه كلمه. وبتؤمني بافكارها؟ فكره فكره. وهتنفذي ارائها؟ رايي راي. عظيم عظيم، تستاهلي بوسه. ميرسي. لا لا، شكرا على واجب. قولي لي بقى، ايه اهم الافكار اللي بتؤمني بيها؟ المساواه الكامله بين المراه والرجل. ثانيا، المراه ليها شخصيتها المستقله. ثالثا، على المراه ان تؤدي واجباتها قبل ان تطالب بحقوقها. الله اكبر. الله، ايه ده؟ عظيم عظيم، تستاهلي كمان بوسه. ميرسي. لا ده تعبير بسيط عن اعجابي بيكي. ها، انت عارفه طبعا ان افكار الانسان ملهاش اي قيمه الا لو اتنفذت. طبعا. ولازم المراه تستحمل كل المتاعب والمصاعب عشان تثبت ان ليها شخصيتها المستقله. اكيد. ومعنى المساواه الكامله بقى ان اي عمل يعمله الراجل تقدر عليه المراه وتعمله احسن من الراجل كمان. عظيم عظيم، ايه ده؟ وادي كمان بوسه. انت ايه حكايه؟ انت عايز ايه بالظبط بعد البوز ده كله؟ ادي فاتوره التليفون والفلوس، روح ادفعيهم بدالي. ها، وخليكي فاكره نساء العالم كلهم هيكونوا فخورين بيكي. خلصنا بقى يا استاذ بدر. شايفني بلعب يعني؟ انا بشتغل اهو. ميرسي قوي يا استاذ بدر. العفو يا هادي، احنا دايما في الخدمه. نشوف وشك الفاتوره الجايه باذن الله. ان شاء الله. مع السلامه. اذنكم بس دقيقه واحده، امشي واحد من الجماعه المقطوعين دول. دقيقه واحده وارجع لكم. دقيقه واحده. هات يا سيدي فاتورتك. اتفضلي يا مموزيل، اتفضلي. جوه بيتك بيتك بيتك. من فضلكم يا حضرات ما يصحش، احنا في مكان عمل، العمل له قداسته، ولا بلاش نشتغل. ربي يا ام زين توقف من بدري قوي. يا كل دي مكالمات زياده. المدموزيل اللي يظهر بتتكلم كتير قوي.
اولا انا مدام مش مبغزين، ثانيا التليفون مش بتاعي وما بتكلمش منه، ثالثا انت تعرفني منين عشان تقولي بتكلم كتير؟ الله الله الله. اتفضل. ايه دي؟ قيمه الفاتوره. اتفضل اقري الفاتوره كويس. ده المكالمات الزياده بس 50 جنيه يا مدام. 50 جنيه؟ الفلوس يا مدام، ورايا شغل. انا مش معايا دلوقتي، هدفع بعدين. قلاطة بس على الفاضي. ما تقف يا ثانية أمال، انت ناوية تعملي ايه بالتليفون؟ هرميه في صفحة الزباله. بعدين يغرمونا تمن وتدفعي 50 جنيه كمان. كمان؟ ليه؟ حد قال لك ان هدفع ال 50 جنيه الاولانيين؟ طب تعالي بس نقعد ونفكر بهداوة، العصبية دي مش هتجيب نتيجة. حاضر، اديني قعدت. هو خالد قال ايه لحضرتك بالظبط؟ هو اول ما قال لي ان المصلحه عاوزه ب 50 جنيه ما سمعتش حاجه بعد كده. وهي فايزه على جنيها الحنه؟ ما جاتش لي بنفسها عشان نفهم منها الموضوع بالتفصيل. انت لك عين تتكلم كمان، ما رحتش انت بنفسك ليه سنه ما طلبت منك؟ انا ما كنتش فاضي، فقلت لمنى تروح بدالي. وانا ما فضيتش، قلت لفايزه تروح بدالي. وفايزه قلدتكم وبعتت لنا خالد بدالها. ادي اللي هم فالحين فيه، كل واحد يرمي الحمل على التاني، يعملوا الحاجة بنفسهم لا يمكن ابدا. ما احنا مش هنعرف نتصرف الا لو عرفنا الحقيقة ايه. انا لغاية دلوقتي مش مصدقة ان في بيت يتكلم بخمسين جنيه مكالمات زيادة. هو ما تصدقيش ليه يا عمتي؟ بيتنا الشهرين اللي فاتوا كان عامل زي اللوكاندا، كل واحد ساب بيته وبيقعد معانا. ما تحاسبي على كلامك يا ست منى، البيت ده بيت اخويا وليا فيه زي مليك واكتر كمان. الله يا عمتي، وديني النبي ما اقصد حضرتك. لا انا قصدي فهماكي كويس قوي. انت يا بنت انت قرشه ملحتي ليه؟ انا قاعده على راسك؟ اديني سايبها لك وماشيه. استني يا بسيمه، منى ما توصلتش حاجه. عاجبك كده يعني؟ يعني كنت رحت دفعت الفاتوره بنفسك، مش كنت قدرتي تفهمينا ايه اللي حصل بدل اللي جرى ده كله؟ يا سلام يا اخي، انت اللي اسمك راجل مش عايز تتحرك، وعايزني انا الست تتحرك بدالك؟ راجل وست؟ بقى انت نساء العالم هيفخروا بيكي؟ ده انت اكبر اهانه لنساء العالم. هو الاستاذ عبد الشكور هيتاخر كتير؟ سياده المراقب طلع لحد سعاده المدير العام وزمانه جاي. طب ابعت لنا فنجانين قهوه على حساب سياده المراقب. طب اتفضلوا استريحوا، القهوه هتجيلكم حالا. ايه اللي انت عملتيه ده يا مفيد؟ تطلبي القهوه بنفسك وعلى حساب المراقب كمان؟ احنا بقالنا طالعين له دلوقتي ثلاث مرات من غير ما نلاقيه، على الاقل المره دي لو ما جاش يبقى استفدنا شرب القهوه. اهلا يا هوانم، اهلا. فضل فضل. دور لي على مدير المشتريات من تحت الارض وخليه يجي لي فورا. طلباتكم يا هوانم. انتوا تعبانين من حاجه؟ ولا تتجنن. معقول البنات تتجنن؟ معقول الستات تتجنن؟ برضه معقول. لكن العقل الالكتروني يتجنن؟ اهو ده اللي مش معقول. والعقل الالكتروني ذنبه ايه بس يا سنية؟ مش هو اللي كتب الفاتوره دي؟ بقى العقل ده لو عاقل مش كان لازم يعرف ان اللي كتبه ده جنان في جنان؟ يا ماما العقل لا يمكن يغلط، خالد قال لي كده. طلع الغلط بقى جه من حد تاني. حد تاني؟ حد تالت؟ اهي الغلطه عكت على دماغنا احنا. اللي فارسني حاجه واحده بس، ازاي يبقوا هما الغلطانين وبعدين يقطعوا الحراره عن التليفون؟ انا قلت لمامتكم تدفع الفلوس عشان يقطعوا الحراره عن التليفون، ما سمعتش كلامي، اهم قطعوها. والنبي ده لو موظفين الهيئه كلهم جم لحد هنا ما هم شايفين مني مليم احمر واحد. وبعدين ولاد في راس امكم الناشفه دي، انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما اقدرش استغنى عن التليفون، زبايني هيتصلوا بيا ازاي؟ وانا اصحابي هيكلموني ازاي؟ اصحابك اهي ورطه وقعنا فيها كلنا، وضروري ندور على طريقه عشان نخرج منها. البركه انت فيكي بقى يا عمتي، اقعدي دواري على حل وانت ضروري هتلاقي حل برضه مناسب. طب ما تيجي تدوري معايا. معلش النبي يا عمتي، اصل رايحه لواحده صاحبتي ما دام مش قادره اكلمها في التليفون. ساكته ليه يا فايزه؟ انت كمان ما كنتيش بتحتاجي التليفون ده؟ ما هو ده اللي شاغل بالي يا عمتي، ازاي هقدر اطمن عليك وانا ببيتي؟ الحمد لله انك اعترفتي بكده، احسن كنت خايفه لا تقومي زي المحروس اختك وتسيبيني غرقانه لوحدي. البركه فيك يا عمتي، انت عمرك ما بتغرقي ابدا، دايما بتعرفي تتصرفي لوحدك. تصبحي على خير. على خير؟ انا بس يا رب اللي وقعت من قعر القفه.
أنا هتعب عقلي ليه؟ ما أروح أنام زي الباقيين. أنت مش ناوية تشتغلي النهاردة كمان؟ سبق قلت مش هفتح ولا ملف طول ما أنا في الإدارة دي. ده أنا اللي قلت كده مش أنت. أنا وأنت واحد يا ستي. وأصحاب الملفات دي ذنبهم إيه؟ هنعطل مصالحهم ليه؟ واشمعنى إحنا مصالحنا متعطلة؟ اسألي الشؤون القانونية. 20 يوم دلوقتي وطلباتنا مركونة هناك. الأستاذ عبد الشكور السبب المفروض إنه كان يقول رأيه ويرفع الموضوع للمدير العام على طول. أستاذ عبد الشكور يقول رأيه؟ دي تبقى معجزة. التأشيرة الوحيدة اللي دايماً يكتبها إلى الإدارة الفلانية رجاء الفحص والإفادة. هو خواف كده ليه؟ ما دام القانون مديله سلطة ما يستعملها. لو استعملها هيتحمل مسؤولية. أسهل له يرمي المسؤولية دي على واحد غيره. مش قلت لك يا عمتي ان ما حدش هيحلها لحضرتك؟ ايوه يا اختي خليكم انتوا قاعدين كده زي انت نبله السلطان وسيبوني انا ادور لكم على مصالحكم. ومين اشترك معاكي في الجمعيه يا غسيل؟ ما خليتش حد اعرفه غير لما رحت له، لفيت العباسيه من مشرقها المغرب. ولمتي كم جنيه بعد التعب ده كله؟ 45 جنيه. يعني فاضل نفر واحد والماء وال 50 جنيه كمان. مفيش غيرك انت يا سنيه، لابد تشتركي معانا في الجمعيه. طب الشهر ده ومعايا ال 5 جنيه. الشهور الجاية هدفع لك منين؟ شهور ايه بس يا ماما؟ هي كلها شهر واحد والهيئة ترد لنا ال 50 جنيه تروحي مراجعاهم لعمتي بسيل. ولو الهيئة ما ردتش ال 50 جنيه اتصرف ازاي انا؟ عقديها بقى يا ماما. يعني ايه الهيئة ما تردش الفلوس؟ هما ما عندهمش ذمة ولا ايه؟ حاضر يا ست فايزة، خدي الفلوس من عمتك وتعالي معايا خدي الباقي وروحي ادفعيه. انا يا ماما؟ عايزين اروح للموظف ده تاني؟ وما تروحيلوش ليه؟ ده من اكلت لحوم البشر يا عمتي. ايه اكلت لحوم البشر ازاي؟ في صنف من الرجاله كده لما يبصلك يبقى متهالك انه هياكلك بعينيه. اه الموظف ده من الفصيله دي. طب خليك انت قاعده وانا اللي هنزل له لما اشوف مين فينا اللي هياكل التاني. والولاد الصغيرين راحوا فين؟ هو احنا هنعمل كل حاجه وهم قاعدين بهوات؟ انت يا واد عادل الحراره كانت قطعت عن تليفوني. اقدر ارجع؟ اقدر اعرف هترجع امتى؟ قبل سيادتك ما ترجع البيت هتكون الحراره رجعت. يا شك بقول ايه؟ في ايه تاني يا استاذ؟ مش شايف الطابور طول ايه؟ ربنا يكون في عونك، هي كلمه واحده وهمشي على طول. ال 50 جنيه هيرجعوا امتى؟ اطمن خالص يا سيد، الشكوى بتاعتك هتفحص بكل دقه وبمنتهى العداله. يعني الروتين مش هيعطلنا؟ روتين؟ روتين ايه يا سيد؟ ان كان لك حق هتاخده فورا وانا المسؤول غيره. انا عندي لكم خبر كويس هيبسطكم قوي. سياده المدير العام اتجنن. اتجنن ليه بعد الشهر؟ قصدي يعني هيتجنن من الفرحه. اول ما ساعته دخل اوضه المكتب وشاف اللون الاحمر الحلاوسكي المسخسخ كان هيسخسخ من الانبساط هو كمان. اياك حضرتك تكون افتكرت وكلمته عننا. طبعا، وهو انا معقول اسرق افكاركم؟ أنا قلت لسعادة المدير العام إنكم أنتم اللي اقترحتم اللون الأحمر للحلاوسكي. يا أستاذ عبد الشكور، إحنا قصدنا نتكلموا عن طلبات النقل بتاعتنا. يا سلام عليك يا مديحة، انسي شوية مصالحك الخاصة وفكري في المصلحة العامة. أظن يا فندم ما فيهاش حاجة لما نسأل عن الطلبات بتاعتنا وإيه اللي تم فيه. إدارة الشؤون القانونية قالت إن ما عندهاش مانع مبدئياً وحولت الطلبات لإدارة الأفراد برجاء الفحص والإفادة. يعني هنستنى 20 يوم كمان؟ وأنا في إيدي إيه؟ الروتين كده. لا يا أستاذ عبد الشكور، الروتين ملوش دعوة خالص. الحكاية إن كل إدارة عمالة تزحلق الموضوع على إدارة غيرها. وكل إدارة هتلاقي ألف حج، قانون، التعليمات، اللوائح. والحقيقة إنهم خايفين، مفيش ولا مدير عنده الشجاعة إنه ياخد قرار في الموضوع. طب 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 ما تزعلوش ما تزعلوش. أوعدكم بشرفي إني هتابع طلباتكم بنفسي وأنهيها على الوجه اللي يرضيكم. متشكرين. لحظة واحدة من فضلكم، أنا وعدت سيادة المدير العام إنكم هتنزلوا مع الأفندي بتاع المشتروات علشان تختاروا ستاير مكتب سعادته. متأسفين ده مش عمل. ده رجاء شخصي، خدمة ليا أنا زي أبوك برضو. حاضر، بس يكون في علم حضرتك إن دي آخر خدمة شخصية هنعملها، وبعد كده تدوروا لكم على مهندس ديكور تاني. أنا شاكر جدا، شاكر خالص. وخلوا بالكم لون الستاير ضروري يكون ماشي مع اللون الأحمر الحلاوسكي. إيه يا عمتي؟ يا
الحراره لسه ما رجعتش. لسه قومي سيبتي على البوتاجاز. ليه الكلام ده يا اسخن؟ الحراره ترجع. والنبي ما حد عايز يتحط على البوتاجاز غيرك انت، ده وقت الزهر ده. الله يا عمتي، الحق عليا اللي شايفاكي زعلانه وعايزه اضحك. اضحك بانهي نفسي يا فالحه؟ اضحك وانا شغلي متعطل؟ ريحي نفسك وخليكي واقعيه، دبري امورك كاني ما عندناش تليفون. اصل انا ما كنتش بحتاج التليفون ده عشان اقعد اكركع فيه بالساعات، ده اكل عيش. الكام زبونه اللي فضلولي طفشوا لما ما عرفوش يتصلوا بيا. بس حضرتك ما تعرفيش حاجه، لسه في واحده صاحبتي حصل معاها نفس الفصل وقعدوا يستنوا الحراره 3 اشهر. 3 اشهر؟ امال كانوا مستعجلين على لهف ال50 جنيه ليه؟ لا انا لا يمكن سيادتك جاي عشان ال50 جنيه. لا انا جاي عشان الحراره. هي ما رجعتش؟ ما رجعتش. غريب، ده انا بعت اختار عشان يرجعوه. والاختار ده اتبعت امتى؟ مش فاكر والله. على كل حال سيادتك تطلع فوق وتسال على المهندس محمد وهو يقول لك تم ايه في الاختار. شكرا. اسمح يا استاذ. افندم. سيادتك كنت بتشتكي من الاستاذ بدر عشان الحراره ما رجعتش لتليفونك. تمام. والاستاذ بدر قال لك تطلع للمهندس محمد. تمام. تحب تسمع نصيحه الوجه ده؟ اسمع. سيادتك لما هتطلع للمهندس محمد هيحولك على المهندس محمود، والمهندس محمود هيحولك على المهندس احمد، والمهندس احمد هيرجع تاني ويحولك على المهندس محمد، وهتفضل دايخ بين الثلاثه من غير اي نتيجه. هو حضرتك موظف هنا؟ لا انا فاعل خير، بس اعرف كل الموظفين اللي هنا. طيب والعمل ايه دلوقتي؟ سيادتك تديني الوصل وانا مستعد ادوخ بدالك. ومستعد تدوخ لوجه الله برضه؟ كلك نظر يا بيه ولا ايه؟ لكن انت متاكد ان دوختك دي هتيجي بفايده؟ انت شايف سيادتك السنترالي الكبير ده؟ انا حاطه في جيبي الصغير. طب تحب تسمع نصيحه مني لوجه الله؟ اسمع. خد بالك من جيبك الصغير ده احسن بعدين ينشلوا منك السنترال ده. استاذ مباحث ولا ايه؟ تقبي تغطسي، مش هسيبك الا لو دفعتي ال50 جنيه. الله يا ماما، هو انا اللي كنت اخدتهم؟ مش انت اللي شرطي عليا؟ انا ما كنتش ناويه ادفعهم ابدا. اصبري شوي. وعمتك بسيمه تصبر هي كمان؟ ان صبرت هي اصحاب الجمعيه مش هيصبر، فلوسهم وعايزين ياخدوها. فين التليفون لما اكلم خالي؟ يمكن يعرف يتصرف يا ماما. ها؟ تليفون ايه يا روح ماما؟ هي الحراره كانت رجعت بقى؟ لا الحرارة رجعت ولا الفلوس رجعت؟ أنت يا سعادل. لا عليا أنا أضلك هذا الموضوع. شوفي حط في بطنك بطيخة صيف. طيب هكلمك بعدين. شكرا. سيادتك جاي عشان الحرارة؟ لا جاي عشان ال50 جنيه. هنردهم يا أستاذ، إحنا معترفين بالخطأ. العقل الإلكتروني أخطأ. إزاي ده حصل؟ محدش عارف. يجوز من انقطاع الكهرباء، يجوز من هبوط شدة التيار. المهم الهيئة بعتت تجيب خبير إلكتروني من بره عشان تعرف إيه السبب. والفلوس بتاعتنا هناخدها دلوقتي ولا نستنى الخبير الإلكتروني يوصل من بره؟ لا يا سيد لا، أنت تطلع فوق عند الأستاذ حسن. أنا بعت له الإختار. طلعت الأستاذ حسن اللي حولني على الأستاذ حسنين، والأستاذ حسنين حولني على الأستاذ عبد المحسن. الله، ده أنت بقيت خبير في الروتين أهو. لا أنا ما بقتش خبير في الروتين، انا بقيت خبير في زحلقه الموظفين. الاستاذ عبد المحسن قال لي ان الاختار موجود عند سيادتك ولسه ما وصلوش. عندي انا؟ ازاي؟ لا مؤاخذه يا استاذ، جل من لا يسهو. سيادتك بقى تروح بيتكم والاسبوع الجاي تفوت عليا اكون. اسمع بقى يا استاذ بدر، قبل ما اروح بيتنا احب افكرك بحاجه. احنا سبقت عملنا مع بعض ايام ما كنت سيادتك لسه بتشتغل في المعاشات، وعارفني كويس. انا بقى لا بدفع طوابع دمغه ولا بعزم بسجاير ولا بمشي ورا فعله الخير، وهفضل وراك لحد ما اخد حقي بنفسي. ايه بقى يا استاذه مفيده حكايه الفحص والافاده دي؟ هو كل ملف احوله عليك تروحي مقشره عليه التاشيره دي؟ ما هي دي طريقه العمل هنا يا فندم، مش معنى انا اللي هغير. بس لو كل موظف حاول الموضوع على غيره مفيش ولا موضوع هيمشي بسرعه. أنا متهيألي إن مفيش موضوع ماشي بسرعة هنا إلا موضوع تجديد مكتب المدير العام. شيء طبيعي. أنتِ ما شفتيش قرارات التقشف اللي طلعت؟ وكان من ضمنها قرار بمنع شراء أي أساس جديد للمكاتب.
تصوري بقى لو انا اتلكعت في الموضوع لحد القرار ده ما صدر، كنت هودي وشي فين من سياده المدير العام. هو مش سيادته مبسوط من ستاير المكتب؟ جدا، وطلب مني اشكركم بالنيابه عنه وبالايصاله عن نفسي. مدام سيادته مبسوط مننا، طلبات النقل بتاعتنا تم فيها ايه؟ ثانيه واحده هشوفها لك، يمكن تكون جات النهارده، اصل لسه ما شفتش البوست. ايوه اهي، الست مفيده والست مديحه. الله، مش اسمه كلام ده؟ طب وانا مالي انا؟ ايه يا فندم حصل ايه؟ سيادة المدير العام حول الطلبات علي انا شخصيا برجاء الفحص والافادة. طب ما كويس، سيادتك بقى ناوي تعمل لنا فيها ايه؟ هي دي عايزة سؤال. طبعا الاستاذ عبد الشكور حول الطلبات تاني على الشؤون القانونية برجاء الفحص والافادة. طب ما تخليكي مطرحك، انت عايزة تتنقلي ليه؟ خليكي مطرحك وريحي نفسك. ازاي بس يا عمتي؟ هي الدولة كانت بتصرف عليا وتوديني بعثة عشان افضل مطرحي ولا عشان تستفيد مني؟ انت بتقول موافقني على كلامي ولا بتقولها تريقة؟ لا بقولها كده ولا كده، انا بقولها متوجعا. يا رجلي. عمتي انا عايز منك 3 جنيه و15 قرش تمن الجزمة اللي دوبتها في المشاوير. لما الخمسين جنيه والحرارة يرجعوا هجيب لك جزمتين مش جزمة واحدة. اذا كان على كده يبقى هفضل حافي طول عمري. ليه؟ هو ما عادش في امل في الخمسين جنيه والحراره انهم يرجعوا؟ امال بس اعمل لي ساوري وايجابي وهاخد حقي بنفسي. للاسف مهما تخيلت ما كنتش اتصور المساله تبقى بالشكل ده ابدا. دي شبكه ما تعرفيش تخرجي منها ازاي، تروح لهم من هنا يقولك من هنا زي الزيبق ملوك الزحلقه. طب واحنا ذنبنا ايه؟ احنا مسؤولين عن ذنبين مش ذنب واحد. في حياتنا الخاصه جوه بيوتنا بنتربى على الزحلقه، ولما بنخرج للحياه العامه بنهرب من المسؤوليه وبنرميها على غيرنا. بس في بيوتنا لما بنهرب من مسؤوليه حاجه ما بنضرش غير نفسنا، لكن الهروب من المسؤوليه في الحياه العامه بيضر المجتمع كله. الغريبه ان كلنا عارفين الحقيقه دي، ورغم كده في كتير ما يعرفوش يشتغلوا الا بطريقه الفحص والافاده. ولا ايه يا مديحه؟ انا ما اشتغلتش بالطريقه دي الا لما لقيت غيري بيشتغل بيها. ما هو لو كل واحد قال غيري وما حاولش يبتدي بنفسه هنغير كل ده ازاي وامتى؟ نغير كل ده ازاي وامتى؟ سيداتي انساتي، حضرات الساده، الحلقه دي بنقدمها لكم برجاء الفحص والافاده.